يعني معاكي شنب. فالحرفة مهمة. ما اروحش لاي دكتور، لازم اروح لدكتور يعني في خبرة وسمع عنه كتير وناس جربت وناس مفيش حاجة اسمها ايه يا دكتور انا عايز ازرع عدسة متعددة البؤر، لا لا العدسة دي وحشة، مفيش حاجة اسمها العدسة وحشة، وفي حاجة اسمها مش العدسة ما مناسبة. تنفعلكش ماشي انا استوعب، انما العدسة وحشة ازاي؟ العدسة مش وحشة بس ممكن تكون بتتحط بطريقة غلط او ممكن تكون مش مناسبة للحالة دي، ففي حاجات تانية انت مناسبة. الحاجة بقى مسؤوليتك انك تعرف من خلال بقى التحليلات اللي بتطلبها من خلال الامراض السابقة مثلا، من خلال اي يعني من خلال شغل حضرتك يعني. طبعا هو طب التعليمات اللي انا اتبعها ايه علشان بعد حضرتك تعملي بقى اللي عليك، فانا عليا مسؤولية بقى تانية. ايوه ايه التعليمات اللي انا اعمل اللي حضرتك بتقولها للي بيزرع عدسات بعد ما يزرعها؟ اقول له مبروك بس، هو والله العدسة فعلا بعد ما بتتزرع هو مجرد ما بيروح مفعول البنج الموضعي من عينه في خلال 4 لـ6 ساعات بيقدر يحط قطراته ويحط مرهم لمدة اسبوعين وخلاص، هو ما عندوش مشكلة. صحيح ما يخشش في عينه تراب او ميه لمدة طبعا 3 اكيد ايام ده ده كلنا، طبيعي ده حتى الانسان العادي. العادي، يعني واحد يجي يقول لي ممكن الصابون يدخل عيني، طب ما طبيعي ما بيخشش في عينك اصلا يعني. طب ثانية واحدة يا دكتور، ممكن يهرش في عينه؟ لان في ناس مثلا بتقول لك ايه، لا ما تهرش في عينك لانك ممكن تبوظ ال، لا هي عمرها ما تبوظ من الهرش، بس هو ما ينفعش واحد عينه عامل عملية وملتهبة شوية فيدعكها تلتهب اكتر، يعني لو عندي جرح في ايدي مثلا وجعني مش ممكن ههرشه يعني. صح. اكيد. طب دكتور انا مثلا ممكن اجي اقول لحضرتك اديني شويه فيتامينات احطها في عيني فتخلي عيني حلوه، ولا مش الكلام ده؟ في امراض بتتعالج كده بالفيتامينات بس مش المايه البيضاء بس. في امراض بتتعالج بالفيتامينات. طيب في الالوان بقى ايه الفرق بين البيضاء والزرقاء؟ المايه البيضاء هي دي ان عدسه العين بتبوظ بالظبط، وهي كل ما تبوظ لحد ما توصل لمرحله انها باظت 100% فلونها بيبيض. الناس اللي بشوف عينيهم بيضاء خالص دي مش من الحرف، من النص، في نقطة في النص تلاقي فيها أبيض، دي مية بيضاء. طب ثانية واحدة، لو وصلت البياض ده، ده يعني طبعا هي كده ما بيشوفش حاجة خالص. بيبقى شايف يا دوب إضاءة أو خيال. تمام. ده لو جه لحضرتك وزرعت له عدسة هيقدر عينه يشوف بيها؟ الله يبارك لك. يرجع تاني. ده طب ده ما شاء الله عليك، يعني المية البيضاء بنسميها احنا من الأمراض اللي ممكن تسبب العمى وترجع تاني تخف لدرجه الانسان يرجع يشوف 6 6، يعني ده العمل اللي بيتعالج احنا بنسميها سبحان الله. الميه البيضاء. الميه الزرقاء ان ضغط العين، العين دي جواها سائل، السائل ده الجسم بيفرزه وبيصرفه يعني داخل وخارج. ايوه. فلو كان السائل اللي داخل اكتر من اللي خارج فضغط العين بيعلى فيعمل ميه زرقاء، بيسموه ميه زرقاء. تمام. طب التعليمات اللي حضرتك بتقول المريض يتبعها بعد عمليه زراعه العدسات؟ في نقطة مهمة عايز اقولها لحضرتك برضو، احنا ليه دايما لما بنتكلم بنقول مية بيضاء مية زرقاء؟ لان المية البيضاء لو اتأخرت تعمل مية زرقاء. ايه ده؟ والمية الزرقاء لو اتأخرت تعمل مية بيضاء. تمام. فعشان كده هما دايما مرتبطين مع بعض بكلمة مية. عشان كده هما مية بس دي بيضاء ودي زرقاء، بس دي تسبب دي ودي تسبب دي في حالات المتأخرة. تمام. المية الزرقاء طيب بتعمل ايه؟ المية الزرقاء من الحاجات اللي مش كويسة شوية انها بتعمل تأكل في العصب، فلو اتأخرت قوي ممكن تعمل تأكل في العصب كمية كبيرة ما بنعرفش نعالجها. فلو اتعالجت بدري برضو بتبقى امورها كويسه جدا. طيب طمني برضو، طمن الناس المشاهدين بعد اذن حضرتك، امتى يستقر النظري بعد ما اجي حضرتك وتعملي عمليه الميه البيضاء وتركبي العدسه وتمام، امتى بستقر كده واحس ان الحمد لله ده انا كنت ظالمه نفسي ان انا ما جيتش لحضرتك مثلا من زمان عملت الموضوع ده؟ والله الحمد لله هو من يعني من تاني يوم بعد العمليه بيحس بالفرق الرهيب. ما شاء الله. هو في اول يوم بيحس ان الدنيا نورت والحياه حلوه، بس طبعا جوده الرؤيه الهايله بتبقى من تاني يوم، بتبقى حلوه قوي.